أكسب السياسي لتحالف سائرون حاتم حطاب تمسك تحالف سائرون بمبادئه وثوابته التي أعلنها سابقا، وأنه ماض بتحقيق الإصلاح ومنفتحا على القوى الوطنية. فهمي وحطاب أشار إلى أن سائرون أخذ بنظر الاعتبار تشكيل حكومة قوية تقضي على الفساد وتحصر السلاح بيد الدولة وتقر القوانين المعطلة التي تخدم المواطن. بعد ظهور نتائج الانتخابات وظهور توزيع ظهور الكتل، عدم وجود كتلة كبيرة جدا قادرة تشكل لوحدها كتلة أغلبية تشكل حكومة، وبالتالي تحتمت أن تتشكل ائتلافات لأجل تشكيل كتلة أكبر. ائتلاف سائرون، تحالف سائرون يجب مقدمة هذه الكتل، وبالتالي هو أيضا أخذ على عاتقه التصدي لهذه المسؤولية لمهمة تشكيل الكتلة الأكبر، وهذا حتم عليه بحكم طبيعة برلماننا وطبيعة مؤسساتنا السياسية أنه لابد أن تحصل على أكثر من 50% من الأصوات لأجل أن تشكل الحكومة. وهذا معناه أنه ينبغي أن يتحالف أو يأتلف مع قوى أخرى، وهذا لضبط هذه الوجهة ولتأسيس هذه الوجهة تحالف سائرون عنده معايير وعنده أسس تحرك بموجبها. الأساس الأول هو طبعا البرنامج اللي اعتمده سائرون واللي أشكل قاعدة لتحركه ومنهجه حتى في تشكيل الحكومة الجديدة وفي تشكيل في الشكل اللي العملية تأخذها في ظل الأوضاع الجديدة وتكون مختلفة عن المنهج اللي اتبع في الدورات السابقة، بمعنى يصير التركيز على البرنامج وعلى مضامين هذا البرنامج. وسائرون أعتقد حددت عدد من المفاصل الرئيسية في البرنامج اللي ينبغي أن تحضر في أي اتفاق، وهي أولا البرنامج لازم ينص على الطبيعة الإصلاحية، أي برنامج إصلاحي، ونقصد بالإصلاح إصلاح النظام السياسي بإصلاح اقتصادي مختلف الميادين. وعلى الصعيد السياسي لا شك في المقدمة مالته أن يكون بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والأثنية والتوجه نحو دولة المواطنة. السياسة الخارجية أعتقد أيضا هذا ركن ومحور رئيسي في أي اتفاق، أن يكون العراق يقيم علاقات متوازنة مع جميع الدول خاصة دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة وعلى أساس احترام السيادة العراقية واستقلالية قرار العراقي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأيضا العراق بالمقابل يحتمل نفس المبادئ، وسوف لن يكون العراق أبدا منطلقا للاعتداء أو لأي تحرك مضاد يسيء إلى أي دولة من دول الجوار. هذه أسس رئيسية. نقطة أيضا مهمة يتعلق في منظومة القوات المسلحة ومسألة وعنوان وموضوع حصص سلاح بيد الدولة. نعتقد من الصعب جدا أن تبني دولة كما نريدها، دولة مؤسسات، دون أن تتخذ خطوات جادة وعملية نحو حصص سلاح بيد الدولة. هذه المفردات الرئيسية اللي لابد أن تكون حاضرة في أي اتفاق مع كل مع أي طرف يجري الائتلاف معه. والنقطة الأخرى اللي أيضا مهمة أنه هذه الائتلافات ينبغي أن تمتلع ما تتشكل على أسس مكوناتية، بمعنى من ناحية أنه هي مفتوحة للجميع، مفتوحة للتنوع العراقي بكل معاني، ولكن أيضا هذا التنوع يتم أيضا يقترن برؤية برنامجية وأيضا قضية منهجية أساسية. التوقيتات مع الائتلافات وسرعتها وعدم سرعتها أيضا تأخذ باعتبار الظروف المحيطة. لاحظتوا الآن في الفترات الأخيرة هناك تحركات للطعن بالانتخابات، الارتداد عنها، وهناك تحركات حذر بدأت تتنبه يعني تتحدث عن احتقانات وتوترات وقد تنزلق نحو ربما جرى حديث عن حرب أهلية. هذا موضوع طبعا حتم أن يكون الأمور تسارع وتتحرك بشكل جاد وتأثر على وتيرة التحالفات وعلى الخطوات التي تتخذ. بهذا الشيء ربما هذا أيضا أحد النقاط التي تفسر أيضا الائتلاف اللي تم مع سيد هادي العامري من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر وسيد هادي العامري باتجاه تشكيل هذا التحالف. وهذا التحالف يتبنى نفس الأسس اللي تحدثنا عليها احنا فيما يتعلق بينا يعني كسائر وكحزب شيوعي. احنا هاي نعتبرها نقاط أساسية نعتمد عليها في الحكم على ائتلاف وعلى تحالف. احنا قلنا محاربة الفساد جزء أساسي من البرنامج، وبالتالي أيضا ستصار إلى تشكيل لجان تحدد تجمع كل ملفات الفساد كلها بكل
مهما كانت الجهة المعنية المعترف ويصار إلى أن يجري معالجتها بالشكل المطلوب. وهناك أيضا ملفات تتعلق بالعلاقات الدولية والإقليمية، وهناك ملفة تتعلق بالضمان بالعدالة الاجتماعية وما ينبغي أن تتحقق، وعندنا أيضا طبعا ملف المؤسسات المؤسسة المالية يعني المؤسسة العسكرية وقدر حصل سلعة بين الدولة، هذا أيضا لازم يترجم إلى خطوات عملية. وهناك أيضا ملف آخر مهم أساسي هو الدولة وتشكيلتها، يعني كيف ستشكل الحكومة القادمة، ما هي المعايير، كيفية أن يتم بناها على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية. إذا هذه الخطوات مثلا إحنا بالنسبة لنا يعني أي خروج أو أي ائتلاف يريد أن يعيد إنتاج الوضع السابق، بمعنى يعيد بناء التشكيلات على أسس مكوناتية، يعني الشيعة كلهم السنة كلهم الكرد كلهم، إحنا أعتقد هذا يكون خلاف مع التوجهات مع توجهات السائرون، وهذا من شأن أن يعيد إنتاج نفس الوضعية، وبالتالي عاجز على أن يحقق الإصلاحات المطلوبة. وأعتقد سائرون على الأقل منهجها حتى الآن هي ليس بهذا الوارد، وإحنا على الأقل كحزب شيوعي أيضا إحنا نعتبرها هذه المبادئ حاكمة وضرورية. الخروج عنها أكيد حيضع مشروعنا العام موضوع تساؤل، ولذلك حتى هذه اللحظة كل الأطراف هي ملتزمة بهذه الأمور وهذه على كل المستويات بها، لكن أيضا إحنا نراقب هذه التطورات ونتابعها حريصين على أن إحنا نكون أمينين إلى مشروعنا وإلى التزاماتنا مع المواطنين. تحالف سائرون كما هو معروف أنه ولد من رحم المعاناة، ولد من رحم المعارضة الحقيقية لكل المناهج اللي أوصلت العراق إلى ما هو عليه بالوقت الحاضر. وهذا الميدان، ميدان المعارضة، هو كان رافض لكل الممارسات والمسائل التي أديرت بها الدولة في تلك الفترة خلال السنوات الماضية، ولذلك هو أساسا يعني أسس لمشروع وطني حقيقي. هذا المشروع الوطني مبني على أساس بناء دولة مدنية، بناء دولة مواطنة، مغادرة المناهج المحاصصة والطائفية، بناء دولة المؤسسات، يعني التوجه نحو فضاء وطني واسع وكبير جدا. هذا أساس الثوابت اللي ترتكز عليها أو اللي يرتكز عليها تحالف سائرون، عمل على هذا الأساس، و أيضا دخل الانتخابات على هذا الأساس وعلى أساس هذا المشروع، وحقق الحمد لله والشكر نتائج كبيرة، وتقدم على بقية الكيانات السياسية بنتائج معروفة لدى أبناء شعبنا العزيز. تحالف سائرون اللي يشكل رمزه الأساسي والحقيقي سماحة السيد مقتدى الصدر، كان بالبداية يؤمن إيمان مطلق بالانفتاح على كل القوى السياسية باستثناء القوى اللي عليها شبهات الفساد والقوى اللي أيضا أسست المناهج الطائفية. هذه القوى تماما من البداية تم الاتفاق على استبعادها من المشهد السياسي، والقوى اللي تسعى أو تريد الانضمام إلى الفضاء الوطني الواسع على أساس بناء المشروع الوطني وبناء آليات حقيقية لإدارة الدولة وتشكيل الحكومة على هذا الأساس، هذه القوى كلها انفتحت عليها أو انفتح عليها تحالف سائرون، وأجرى مفاوضات جدية وحقيقية وحوارات معمقة جدا على كافة الأصعدة، قبل أن يصار إلى تحديد مفاهيم معينة لتشكيل الحكومة. المنهج الأول كان آليات إدارة الدولة، مغادرة المحاصصة، تكون الأسس الوطنية حاضرة في بناء الدولة، بناء دولة متطورة، استبعاد الفاسدين، استبعاد الطائفيين، وأيضا دولة مواطنة ودولة مؤسسات ودولة قانون قادرة على أن تقود العراق بالاتجاه الصحيح والطريق. هذا أعلن الحزب الشيوعي العراقي موقفه.